بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق الشوط السابع وقبل الأخير للخيل العربية الأصيلة تكافة وضمن التوسعة الجديدة لمسافة 1750 متر بمشاركة 10 جيات في هذا الشوط. اندفاع نحو الصدارة من الخلال السادة مربط الغزالي صياد مع المدرب جاسم الغزالي والخيال توماس الوكسك. محاولة أيضا في المركز الثاني من خلال شعار السادة مربط الجريان إيجي إس المارد رقم 10 مع المدرب حمد بن حمد العطية والخيال اهتمام مازور، وأقل الأوزان في هذا الشوط رقم ايضا رقم 3 أو 4 ايفولوسيون دوكرات مع المدرب والمالك المهندس اسامه عمر اسماعيل الدفع في المركز الثالث والخيال ادواردو بيدروزا. رابعا محاولات قويه من الساده من خلال ام قرن مع بجره وملك، هو المدرب هنا البا دميون ومتعب علي الصعاق المري هو الخيال. إذن الجيل تتجه نحو المنعطف قبل الأخير، لازلنا مع صياد سلالة داحس المدرب جاسم الغزالي السادة مربط الغزالي وتوماس لوكاسك في المركز الثاني، المارد محمد بن حمد العطية والسادة مربط الجريان والخيال اهتمام مازور. محاولات أيضا من الجهة الخارجية من خلال بشرة والسادة أمجر والبردميول ومتعب علي الصعاق. الجيل تتجه نحو المنعطف الأخير في الشوط، لازلنا مع صياد في المقدمة، المحاولات تأتي أيضا من المارد من الجهة الخارجية وبشرة في المركز الثالث ودكرات في المركز الرابع. أيضا محاولات بالشعار البرتقالي للسادة مربط إنجاز مع فلوزان، ولكن التقدم هنا والاندفاع ويبدأ لعازلي الجياد نحو التقدم. صياد في المركز الأول حتى الآن يصطاد في المركز الأول، ولكن المارد يظهر بقوة في هذا الشوط مع الجريان. المارد إلى المركز الأول، بشرة محاولات مستميتة للسادة أم قرن، المارد هنا المركز الأول والصدارة، محاولات قوية من بقية الجياد بشرة والمحاولات من الجهة الخارجية والمركز الأول. فوتو فينش، فوتو فينش في هذا الشوط بين الجياد، فعلا منافسة And the official results for the 7th race of the evening. The winner, horse number 8, Bashra Alba Amgan, trainer Alban Demil, ridden by Mateb Ali Almari. Second, AGS Almarid, owned by the Algerian stud, trained by Mohamed Hamid Khalifa Latia, ridden by Stefan Mazur. Third, horse number 5, Maruf, owned by Amgan, trained by Alban Demil, ridden by Ronan Thomas. Fourth, horse number 7, Sayad, owned by the Al Ghazali stud, trained by Jasim Al Ghazali, ridden by Thomas Lukaszek. And in fifth place, horse number 1, Ez Qatar, owned by Her Excellency Sheikh Iman bin Mohammed bin Khalifa Al Thani, trained by Rudy Nearborn, ridden by Albert Sasana. نتيجة الشوط السابع للخيل العربية الأصيلة، حل في المركز الأول رقم 8 بشرة المالك السادة، أمجان المدرب البنديميول، الخيال متعب علي الصعاق المري الفبروك المركز الأول. المركز الثاني رقم 10 اي جي اس المارد المالك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية والخيال اشتبن مازور. المركز الثالث رقم 5 معروف المالك السادة أم قرن المدرب البنديميول والخيال رونان توماس. المركز الرابع رقم 7 صياد المالك السادة مربط الغزالي المدرب جاسم الغزالي والخيال توماس لوكاسك. المركز الخامس حل رقم 1 عز قطر المالك سعادة الشيخ إمام بنت محمد بن خليفة الثاني المدرب رودي أندريه والخيال ألبرتو سنا. المبروك المراكز المتقدمة وحظ أوفر الذين لم يحالفهم الحظ.